بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا هذا الحفل على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة طلال أبو غزالة للأعمال والثقافة على تردد 102.7. سعادة العين الدكتور طلال أبو غزالة راعي حفلنا الأكرم، ها هي جدار الجامعة ترفع رايات الفرح لتخريج الفوج الثامن للفصل الدراسي الأول من طلبتها ليساهموا في خدمة وطنهم وبناء بلدهم بما أخذوا من علم وحملوا من معرفة. شأنهم شأن الشرفاء الذين سبقوهم من أبناء الأردن الذين درجوا على نهج الهاشميين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة رئيس الجامعة عطوفة الدكتور الأستاذ الدكتور صالح عقيلي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راعي الحفل سعادة العين طلال أبو غزال الأكرم، أصحاب المعالي والعطوفة، رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة المحترمين، أصحاب العطوفة رئيس وأعضاء هيئة المدينين المحترمين، الزملاء الأساتذة، عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، بناتي وأبنائي الطلبة الخريجات والخريجين، أهل الخريجين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في صباح هذا اليوم الأردني المبارك الذي نحتفل فيه بتخريج كوكبة من أبنائنا الأعزاء أن أرحب بكم في رحاب جامعة الجدارة للتميز أجمل ترحيب. أيها الحفل الكريم، إن جامعة الجدارة مشعل المعرفة وبيئة ورسالة وحسن للفكر والحرية والكرامة وموطن للإبداع والحب، ولهذا أولت الجامعة جل اهتمامها في بناء الإنسان المحصن بمئة المعرفة والعلم، ونأخذ بمنظومة من الأساسيات التي تشمل مؤسسة الجامعة من الاهتمام ببيئة أكاديمية مناسبة بتوفير الكادر الأكاديمي والإداري وتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالمحتوى العلمي للمواد التعليمية والعمل المتواصل على تحديد الخطط الدراسية وتوفير البنية التحتية المناسبة لنيل العلم والمعرفة. بناتي وأبنائي الطلبة، كانت جامعة جدارة بوابتكم للمستقبل، فقد قدمت لكم العلم والمعرفة وجادت بعطائها، وهي في هذا اليوم تقدمكم للوطن الغالي لتساهم بما اكتسبتموه من معرفة وخبرات في بناء المستقبل. فالوطن بحاجة إلى طاقاتكم الخلاقة وعزائمكم القوية، فالمساهمة في بناء الوطن يحتاج إلى الإرادات المسلحة بالعلم والمعرفة والإخلاص والجدية. أيتها الأمهات، أيها الآباء، هنيئا لكم ثمرة جهدكم
وانا هنيئا لكم فرحتكم، وليبارك الله لكم ولابنائكم هذا النجاح، واتمنى لكم ولهم كل التوفيق والنجاح. واسمحوا لي ان اتقدم بجزيل الشكر لرئيس واعضاء مجلس الامناء ولرئيس واعضاء المديرين، والشكر موصول للزملاء اعضاء الهيئتين التدريسيه والاداريه على الجهود التي بذلوها خلال فتره دراستكم في الجامعه وتزويدكم باخر ما توصلت اليه العلوم في مجالات مختلفة وبمجمل خبراتهم، مما سيساهم في متابعة دراستكم وإخلاصكم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية. كما أتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء لجنة التخريج على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الحفل. واسمحوا لي باسم أسرة جامعة جدارة والخريجين وذويهم أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسعادة العين طلال أبو غزاله على تكرمه برعاية هذا الحفل الكريم. حمى الله الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدارة صدق التاريخ بابا إلى العلياء ينتسب انتسابا، لها عبق تسامى بامتياز، حضارتها تشق لها عبابا. جدارة تفتح الأبواب شوقا لمن يرتادها بابا فبابا، وتعطي العازفين وسام صدق، وتفتح قلبها لهم كتابا. لها نفسي تتوق وتشتهيها وتحسن في معانيها الخطابا، فمهما باحت الأقلام شعرا بغير جنابها لن يستطابا، ومهما خطت الأقلام نثرا من الكلمات لن يبي الجنابا. كلمة راعي الحفل سعادة العين الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، فليتفضل. صباح الخير جميعاً. أساتذتي، رئيس هيئة المديرين، رئيس مجلس الأمناء، رئيس الجامعة، العمداء، الأساتذة، أهالي الطلاب، أود أن أوجه كلامي إلى أبنائي بل أحفادي الطلبة. أنا أقول اليوم أقول لكم اليوم تبدأون مرحلة جديدة في الجامعة، كنتم تدرسون وتمتحنون فتنجحون. ابتداء من اليوم ستخوضون الامتحانات وتتعلمون منها الدروس. في الحياة أنت تمتحن وتتعلم بعكس الجامعة. كلما زاد علم الإنسان كلما أدرك كم قليلا هو يعرف، ولذلك يجب أن تدركوا أن اليوم هو بداية في مسيرتكم التعليمية، هو ليس التخرج. التخرج هو التخرج من الجامعة ولكن ليس التخرج من العلم. اليوم تبدأ مسيرة تعلم جديدة. أنا نفسي حتى اليوم وعمري 80 سنة أنا طالب تلميذ، أدرس يوميا، أدرس ليس أقرأ ولا أطلع بل أدرس. وأنا أدرس اليوم في حقل أريد أن يكون موضع دراستكم، وهو ما هو مستقبل ثورة المعرفة في ظل الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس. الذكاء الاصطناعي سيغير العالم، سيغير الإنسان وقدراته، سيغير الأدوات وقدراته، هو المستقبل. وفي الأسبوع الماضي كان في حدثين هامين، مع الأسف لم يسلط الإعلام الأردني أو العربي
ما يجب من اهتمام عليهما. الحدث الأول أن أهم عالم في الدنيا بعد أينشتاين توفي الأسبوع الماضي، واسمه ستيفن هوكينج. أتمنى أبنائي أن يدرسوا على من وسائل المواقع أن يدرسوا هذا الرجل ستيفن هوكينج، هو أعظم مخترع وعالم بعد أينشتاين. توفي الأسبوع الماضي عن 76 سنة، عاش 50 سنة منها مقعداً مريضاً بمرض العضال. أنتج خلال 50 سنة ما لم ينتجه عالم في الدنيا، لم تمنعه الإعاقة والمرض من أن يكون مبدعاً. وبالتالي أرجوكم أن تدركوا أن الإعاقة والمرض والمشاكل في الحياة كلها والمعاناة لا يجوز أن تكون عذراً لعدم الإبداع. الحدث الثاني كان انتخاب فنلندا من الأمم المتحدة كأسعد دولة في العالم، ومن يعرفني يعرف بأنني أنادي منذ سنوات بأن يتحول الأردن ليصبح فنلندا. فنلندا هي بلد السعادة. لماذا؟ لأنها بلد المعرفة، لأنها تقود عملية التحول التعليمي في الدنيا، لأنها هي الدولة التي من خلال المعرفة خلقت السعادة. ونحن في منطقة طلال أبو غزالة لدينا لجنة خاصة تدرس كيف نتحول من ما نحن فيه كبلد إلى أن نصبح فنلندا، باعتبار أن ظروفنا متساوية وعدد سكاننا متساوي. لا أريد أن أطيل، أريد أن أقول أن المستقبل هو للمبدعين والمخترعين. اثنين طلبة مثلكم تخرجوا لم يجدوا عملا، جلسوا واخترعوا نظام اسمه الياهو. لم تدعمهم الدولة، لم تدعمهم شركة، دعمهم إرادتهم وعقلهم وقرارهم بأن يصنعوا معرفة، وأصبحت قيمة هذا الاختراع أكثر من حجم الاقتصاد الأردني 5 مرات. اختراع بسيط اخترعه طالبان. هذا هو المستقبل، وهذا هو ما نريده منكم أبنائي. وفقكم الله، وأنا فخور اليوم بهذا اللقاء، هذه الجامعة التي نفخر بها ونفخر بقيادتها وبأساتذتها، وأفخر بأن أكون ضيفكم اليوم. شكرا لكم سادتي وقادتي، ولكم أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي، أكرمتموني بوجودي معكم. شكرا جزيلا سعادتك. لا فضفوه راعي حفلنا الأكرم، هذه جدارة وفيها العلم ينتشر، هذه جدارة وفيها العلم ينتشر، والورد يرقص فواحا وينتشر. يا عابرا بمداها اليوم منتشيا، هل لا رأيت سيوف الغل تنكسر؟ إن لم ترى الشمس فيها أنت مشرقة، لا ذنب للشمس بل قد خانك النظر. كلمة الخريجين يلقيها الطالب رائد محمد مساعدة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم وبارك على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. سعادة العين الدكتورة طلال أبو غزالة راعي الحفل الأكرم، معالي الدكتور صالح الشداد رئيس مجلس الأمناء الأفخم، عطوفة الأستاذ الدكتور صالح الحبيلي رئيس الجامعة المحترم،
وعطوفة الدكتور شكر المراشد رئيس هيئة المديرين المحترم، السادة عمداء ورؤساء الأقسام، السادة أعضاء هيئة التدريس المحترمين، السادة الضيوف والأهل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد مضت تلك الأعوام التي بدأنا فيها المسير، ورست السفينة بمن فيها وحطت، وقيل الحمد لله رب العالمين. فعام بعد عام كنا نتطلع ببريق الأمل نحو هذا اليوم، نحو يوم نحصد فيه الثمر، تفرح الأم بمن كبر، ويفتخر الأب بمن ثابر وصبر. سنين مضت، لن أقول بأنها مرت كلمح البصر، أو أنها كانت خفيفة الظل والسفر، بل كانت أعوام ملأى بالجد والاجتهاد، بالليل فينا وحين آخر بالعناد. مرت علينا تلك الأيام وحملت إلينا أناس نعيش بهم، زملاء نسمو بهم، وعلماء نفتخر بهم. ولله دار الشاعر حينما قال: ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى سنة الله. فخذ بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وانسجاما مع رؤى جلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم في تحديث وتطوير التعليم وفي سياق النهضة العلمية المتسارعة، جاءت فكرة إنشاء جامعة الجدارة في إقليم الشمال من نخبة من الأكاديميين والأساتذة الأكفياء. وهنا في جامعة الجدارة علماء عاهدوا أنفسهم على أن يخرجوا أجيالا تعرف قيمة العلم، أجيالا يتوسم بهم الوطن خيرا ويتعطش للقيام، فهم الأساس والمدراس كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها. فلكم منا يا ورثة الأنبياء كل تقدير وعرفان. السيدات والسادة، لم أجد في الكون مثالا يضرب في الإيثار والحب والتضحية أعظم من الوالدين وحبهما. رباه ما أعظمكما يا وصية الإله، فشكرا لكل دمعة فرح في محياكم، وشكرا لذاك الشيب وتلك التجاعيد التي تروي قصة حب وروعة نفس، شكرا لكل نبضة حب وخوف وفخر. وإلى أولئك الذين فارقونا دون أن نودعهم، آباء وأمهات وإخوانا، نقول لهم بأنهم في القلب كانوا وما زالوا، وسيبقون دائما في جوارحنا، في كل خطوة نخطوها نراكم تبتسمون فخرا بنا، فحق علينا أن نستمر في تكريم ذكراكم. زميلاتي وزملائي الخريجين، ها نحن اليوم نبدأ حياة جديدة، وكلنا أمل أن نبني ونعمر، أن نصلح ونفكر، فحي حي على البناء والعمل، ولا تنسوا نصيب هذا الوطن وأهله من جهدكم، فهم بأمس الحاجة إلى الأيدي المتعلمة المثقفة الخيرة. إنها نهاية البداية وبداية لأعظم فصل من فصول الرواية. وختاما أبارك لنفسي ولزملائي الخريجين تخرجهم، متمنيا لكم مزيدا من التقدم والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل عطوفة رئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشدة، وعطوفة رئيس جامعة جدارة الأستاذ الدكتور صالح العقيلي لتكريم راعي الحفل سعادة العين الدكتور طلال أبو غزالة المكرم.
ماجستير الإدارة التربوية الأول على التخصص شيرين سامي ملكاوي. ماجستير القياس والتقويم أريج محمد طعم الأحمد. اتصل قبل ما هذا وقفوش. ماجستير المحاسبة الأول على التخصص إقبال زياد محمد الحصان. زين ما بتمشي وانها واصلة قبل ما هذا بلاش مفتاح. كان واحد بتصور مستحيل. خلص ماشي. ماجستير إدارة الموارد البشرية الأول على التخصص منار ماجد الداود الزعبي. عميدة كلية الهندسة بكالوريوس الهندسة المدنية. محمد موفق محمد دبيان الأول موجود. الأول مش موجود أحمد عبد المجيد فارس الكردي. محمد أحمد نهار بن ياسين. لا 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 هو هاي تصوير ما بضبطش. إذا كل واحد يصور ما بيزبطش. أحمد فارس سعد. آية نجدة إسماعيل. أسامة عماد السعدي. ياسمين فراس المحامين. صبر عمرو رومن دويكا. هتخربط اسمه مش اسمه. عمرو رومن دويكا. مجد وليد حسن. حمزة أحمد القواقنة. تخصص هندسة الاتصالات والحاسوب الأول على التخصص
لما زياد الجدعان. عبد الرحمن نايف المطلق. كرم عبد الكريم صدقه. يلا يلا. أنال يوسف الكراسنة. عميدة كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات. تخصص هندسة البرمجيات. الأول على التخصص الوليد نادر فياض. عمر محمد الحسن. خالد حسين مرحيل العمري. أمل يوسف الفوارس. تخصص شبكات الحاسوب. الأول على التخصص محمد أمجد الجوابرة. سعيد خلدون الدلقموني. خالد وليد علاونة. أحلام أيمن انصيرات. مروان وائل شطناوي. تخصص علم الحاسوب. الأول على التخصص السيد حسين عيسى شبر العلوي. ثامر عمر محمد عبد النبي. محمد صالح الخطيب. صبحي إياد صبحي مسمار. إبراهيم عبد المهدي هزايمة. عميدة كلية القانون. تخصص القانون. الأول على التخصص كارم عبد الله بيدات. أحمد سمير شطناوي. خالد مفلح بطاينة. عميدة كلية العلوم التربوية. سلام ملك حتى لو ما كان حدا هو السلام.
Thank you.